مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا الحوار الجديد من برنامج الحوار اليمني. كيف تنظر الاطراف اليمنيه في اليمن لعمليات انصار الله في البحر الاحمر وضد الكيان الصهيوني اسنادا لغزه؟ ما هو موقف الحكومه اليمنيه والاطراف اليمنيه المشاركه في الحكم في اليمن في اطار الحكومه المعترف بها دوليا من الغارات الامريكيه البريطانيه على مواقع عديده في اليمن هل سؤال مطروح ربما الان مع التطورات الحاصله في المنطقه هل ورط انصار الله اليمن في حرب اقليميه غير متكافئه هذا ما سنطرحه على الضيفين الكريمين الاستاذ محمد مهدي المحل السياسي وكذلك الاستاذ عبد الله النعمي العضو المكتب السياسي لانصار الله اهلا وسهلا مرحبا بكم ضيفي الكريمين دعني ابدا معك استاذ محمد مهدي في الاسبوع الماضي ومع الغارات الامريكيه على مواقع عديده في اليمن حيث استعملت الولايات المتحده الامريكيه لاول مره قذفات القنابل بيتو سبيرت المتطورة كان هناك لقاءات متعددة للسفير الأمريكي لدى اليمن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك مع العديد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والمسؤولين وعضو مجلس النواب هل نفسر هذا أن هناك موافقة رسمية في إطار حكومة مجلس القيادة الرئاسي لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد أنصار الله؟ أولا آه مرحبا بك أستاذ حسام وبضيفك ومرحبا أيضا بالمشاهدين الكرام. آه في البداية يعني كان هناك توصيفا آه حقيقيا للعمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيين في البحر الأحمر قبل أحداث غزة بأنها مجرد أعمال إرهابية تقوم بها هذه الجماعة للتمرد على الدولة في إطار مشروعها الذي بدأته بالإنقلاب. على الدوله او قبل الانقلاب مشروعها الممتد منذ سنين في الاعمال الارهابيه سواء في منطقه صعده وما بعدها من المناطق وتاتي عمليات البحر الاحمر التي كانت قد بدات بعد احداث غزه في اطار هذا التوصيف الذي وصفت وصفته فيه الحكومه وغير الحكومه من الاطراف السياسيه الفاعله في اليمن التي تصنف هذه الجماعه على انها جماعه ارهابيه متمردة لا تنتمي لمشروع الدولة ولا تنتمي للعمل السياسي ولا الديمقراطية هي تريد أن تحكم في إطار ديني وفي إطار أوهام غير منطقية وغير مقنعة من الناحية المادية على الأقل إذا ما تحدثنا عن الماديات وعن ما تمتلكه اليمن من قدرات فهي غير مؤهلة للذهاب لمثل هكذا حروب هذه النقطة الأولى التي يريد أن أربطها بالأحداث السابقة أنه الأعمال العسكريه التي كانت في البحر الاحمر هي ايضا بدات قبل حتى احداث غزه. ما جاء بعد ذلك تتذكر استاذ حسام ويتذكر المشاهد الكريم انه كان هناك عمليه عسكريه كبرى كانت قد بداتها المؤسسه العسكريه الرسميه التابعه للحكومه الشرعيه وهي الذهاب لتحرير محافظه الحديده للحد مثل من مثل هذه التمردات والاعمال الارهابيه والتهديد للملاحه الدوليه. وبكل اسف الذي ذهب ليكون محاميا عن هذه الجماعه تحت دواعي انسانيه هو المجتمع الدولي بكل اسف وفرض في تلك المرحله اتفاقيه ستوكهولم اتفاقيه التي كانت اشبه بالفخ امانه والتي نحن ونحن من المؤيدين للحكومه الشرعيه ادنا أن تكون الحكومة طرف بكل أسف في تلك الاتفاقية المشؤومة التي لم تجني لنا إلا هذه الثمار ومن هذه الثمار ما يجري اليوم في البحر الأحمر من تهديدات للملاحة الدولية تحت يافطة نصرة القضية الفلسطينية بكل أسف في إطار المشروع المرتبط بالمحور الإيراني الذي يريد أن يسوق نفسه على أنه مدافع عن فلسطين وإن كان الحقيقة نجد عكس ذلك من خلال القياسات الماديه للقياسات العاطفيه التي يسوقها اصحاب هذا المحور وقنواتهم الاعلاميه. وبالتالي يعني ما يجري من لقاءات ما يجري من لقاءات مؤخرا اجابه على سؤالك هي في اطار اللقاءات الممتده. التي تقوم بها الحكومة ممثلة بالمجلس الرئاسي مع كل الأطراف الدولية والإقليمية. في وفيها موافقة وفيها موافقة مبدئية للغارات م. لأنه لو كان في رفض. لا لا, لا, حكومي لا, لا لا. الموقف الموقف الرسمي صدر عن الحكومة بشكل واضح عما يتعلق بالغارات وتحدثت الحكومة أنها تحمل الحوثيين مسؤولية هذه الأعمال وتطالب بأن يكون هناك. دعم لاي عمل عسكري رسمي في الداخل لايقاف عبث هذه الجماعه هذا هو الموقف الذي تعلنه الحكومه ما يتعلق بالموافقه من غير الموافقه يا استاذ حسام اليمن تحت البند السابع والذي اوصلها الى نقطه البند السابع هي هذه العصابه بانقلابها وبالتالي لا تستطيع للحكومه ولا حتى الاقليم ان يحد من اي تدخلات في اطار هذه التمردات التي تقوم بها هل ترونها فرصه هل, هل هذه التحركات الغربيه فرصه برايكم ل الحد من قدرات انصار الله العسكريه؟ والله يعني اقولها بكل وضوح انه على الحكومه الشرعيه ان تستغل هذه الفرصه الحاليه في هذا التوقيت لمحاولة ايقاف عبث هذه الجماعة لانه منطقيا انا على المستوى م. الشخصي لدي راي اخر فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيين تحت يافطة نصرة فلسطين بانها قدمت خدمة لاسرائيل لخلق مبررات اخرى لاستمرار وتمدد عملياتها ولخلق تحالفات اخرى تستهدف اليمن ومن ضمنها هذه الضربات التي هي موجعة بالنسبة لنا. لا بكل الم اقول انه الضربات التي حصلت في الحديدة موجعة هي ضربات لمقدرات البلد لا طيب. لا يمتلك الحوثي اذا كان الحوثي هذه اخر نقطه اذا كان الحوثي لا يكترث لمصالح البلد حسب تاريخه فنحن نرى ان هذه المصالح بالنسبه لنا اولويه حتى قبل القضيه الفلسطينيه اليمن اولا قبل اي قضيه اخرى. طيب استاذ عبد الله يبدو ان الاستاذ محمد ربما لخص الموقف الرسمي التابع لحكومه مجلس القياده الرئاسي وهذا ما نراه الحقيقه من خلال البيانات الـ الـ التي تنشر في لدى هذه الحكومه والمجلس، بالتالي اليوم صنعاء كيف تنظر لمثل هذه المواقف؟ وهل فعلا انتم ورطتم اليمن في حرب اقليميه لا قدره لليمن على تحملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اهلا بك استاذ حسام وحيا الله ضيفك الكريم وحيا الله الاخوه المشاهدين جميعا في الحقيقة أستاذ حسام أنا قد مللت وشبعت من المناكفات السياسية والعمل على وتيرة يعني الحسابات النقدية التي يتقاضاها البعض من بعض الجهات الخارجية والعمل على يعني العمل بموجبها الحقيقة يا أخي الكريم أن الموقف الذي تعيشه حكومة الطرف الآخر حكومة المرتزقة في الخارج هو موقف لا يشرف أحد أصلا لا يشرف احدا ليس لها اي موقف لا موقف وطني داخلي ولا موقف خارجي ولا مواقف مع مع القضيه الفلسطينيه ولا توجد لهم اي قضيه ولا يوجد لهم اي هدف ولا يوجد لهم آه ولا ولا اي اي شيء لا 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 بالنسبه لطموحات الشعبيه الداخليه والمصالح اليمنيه الى حد الان هم بيدهم يعني ما يقارب من 70% من مساحه الجمهوريه اليمنيه الى حد الان لم يقدموا مشروعا واحدا بامكانه ان يستفيد منه الشعب في هذه المحافظه على الاقل وصلت الدولار الدولار الواحد يا استاذ حسام الى حد الان اكثر من 2000 ريال يمني بينما هو في صنعاء يعني ما يزال في حدود 530 ريال فقط الارتفاع الجنوني انا قلت لك بانه لا مشروع لديهم يعني هؤلاء مجرد الحكومه باكملها هي تعرف بانها مجرد عجير للمملكه العربيه السعوديه وللامارات ويؤدون اجنده خارجيه ليس لهم لم يؤدوا حتى الان لو تطلب منهم ان يداوموا يحضروا في عدن فقط يحضروا ويداوموا ويجعلوا الحكومه في عدن بالامكان ان تقول بانهم يستمدون يعني اعمالهم وشرعيتهم من داخل الشعب اليمني لكن هذه الحكومه يعني ليست لا تجتمع اصلا واذا اجتمعت تحاول ان تجتمع بشتات في الخارج واذا اجتمعت في الخارج اجتماعاتها كلها على تقاسم الكعكه وتقاسم الايرادات موجوده وارسال الاموال اليها في الخارج وبالتالي هذا ما يعني ما يخص مثلا بعضا من من الجوانب الداخليه للاسف الشديد. الجوانب الخارجيه استاذنا الكريم وانا اسف للاستاذ مهدي يعني في ظل هذا الوضع وانا وانت تقول يعني وأوقف ايضا معيب جدا ان يقول بان نستقل فرصه انشغال انصار الله بمواجهه اسرائيل في البحر الاحمر وارسال الصواريخ الى وسط تل أبيب نستغل فرصه انشغال هؤلاء باليهود لنتعاون مع اليهود في الانقضاض عليهم ويقول بانه يطالب يطالب وللاسف الشديد يعني هذا والله كان الواجب ان نترفع عنها ويقول على الاقل الوقوف الان الى جانب اخواننا في غزه اصبح امرا حتميا نحن وانصار الله وكل الاطراف اليمنيه ويجب ان نتفرغ جميعا لهذا الملف ثم اذا ما يعني استطعنا أن, ان ان نلزم او ان نرغم او ان نجبر العدو الصهيوني على ايقاف عدوانه على اخواننا في غزه نحن وانصار الله بامكاننا ان نختنع او حتى طحين مش مشكله، لكن ان نترك اخواننا في غزه ونبحث نحن ونستغلها فرصه لانشغال انصار الله بهذه المعركه وموقفهم الجاد والصادق والناصح والمعلن والواضح آه ويعني نستغل هذه الفرصه مع اليهود مع اسرائيل لا لا لدعوة الدول الخارجية دعوة الدول المعادية لاقتحام اليمن واحتلال اليمن ومقاتلة أنصار الله في هذا الظرف في هذا الظرف هذا أنا أعتقد يا أستاذ هذه ما يلقي بك أنت شخصيا يعني وأنا كنت أربع بك أن تترفع عن هذا الموضوع حتى وإن كانت الحكومة الحكومة التابعة للسعودية آه تقول بهذا الرأي ما كان ينبغي لك انت الواجب ان تكون في جانب الانتقاد على ان هذه المرحله مرحله اصطفاف لان المساله يا اخي الكريم الان مساله اسرائيل ومواجهه اسرائيل امر حتمي ليس ليس لان اسرائيل تواجه يعني مثلا تستفرد باخواننا في غزه فقط وجود العدو الاسرائيلي فيه يعني خطوره علينا وعليكم وعلى كل الاطراف ولا يمكن ان يسلم منها احد انت تعلم الان بان القوات الصهيونيه موجوده في 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 سقطرى وسقطرى محافظه يمنيه وانت تعلم بان يعني الان سلمت للقوات الاسرائيليه وتت يعني واصبحت الان يعني محافظه محتله وتحت نظركم وعيونكم وهذا اي شيء معي، اسرائيل لا تمثل خطرا على على الاخوه في فلسطين فقط، اسرائيل تمثل خطرا على كل الامه العربيه والاسلاميه وبالتالي فمواجهتها يجب ان تستغل الان كان الواجب ان تقول على ان وجود المحور هذا في مواجهه اسرائيل يجب ان يستغل ونقف جميعا انتم كان يجب ان يكون لكم موقف موقف يعني موقف حتى ولو سياسي يا فكري، موقف باي. ولو اعلامي، موقف يعني اي باي. موقف اما انت اما ان تبقوا بهذا الشكل مثلا، هذا انا اعتقد لا خليني انا اكمل وبعدين انت تفضل يعني ما في عندي مشكله وانا اتمنى يا استاذ حسام صدقني والله انا حضرت الحلقه وانا احاول ان أدخل في مثلا في نقاشات علميه ليست مم. مناكفات ولا يعني مناكفات لا لا صحيح شوف أنا أنا خليكم تتحدثوا نقاش هادئ مع هادة. ومع شعبنا ومع قضيتنا. شوف أنا لا أبحث على المكا... على المناكفات أصلا وأريد نقاش هادئ من أجل أن نفهم هذه المسألة يا أستاذ محمد اليوم في مأرب كان في مظاهرات داعمة لغزة في تعز كذلك في إطار سلطة الشرعية نعم. يعني وفي المهرة وفي حضرموت يعني الشعب اليمني بطبيعته في مختلف ال يعني المحافظات مساند للقضية الفلسطينية إذا أنصر الله اليوم قرروا أن يساندوا قولاً وفعلاً هل يلامون على ذلك؟ كيف يمكن إذن مواجهة هذا العدو الإسرائيلي إن لم يكن التحرك قولاً وفعلاً تحرك مادي لوقف عدوانه عن غزة؟ أوكي. طيب آه، أنا سأعلق على أكثر من نقطة وفي العادة أنا دائماً أقول مقدمة وتجنبت أن أقولها اليوم فيما يتعلق من الموقف في القضية الفلسطينية لكني مضطر أن أقولها تعليقا وهي ستكون تعليقا على كلام الأستاذ عبد الله يا أستاذ حسام أنت من المتابعين أيضا لما أكتبه وما يكتبه كثير من من الزملاء يعني شوفوا الموقف من القضية الفلسطينية هو موقفنا المعروف كشعب يمني الممتد منذ سبعين عاما ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون في صف الكيان الصهيوني المجرم القاتل الإرهابي الذي يرتكب هذه الجرائم سواء في غزة أو في أي منطقة أخرى الموقف واضح ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هناك فرق بين أن نتحدث عن الموقف وبين أن نتحدث عن قدراتنا وبين أن نتحدث عن جماعة تمردت في داخل بلادنا وتحاول أن تتاجر بالقضية الفلسطينية هناك فرق بين الحديث عن هذه الجوانب أنا اليوم أقف في معركتين يا أستاذ حسام حتى في منصة إكس وفي المنصات الأخرى أقف ضد طرفين ضد أشخاص تحولوا إلى صهاينة نتيجة ردة فعلهم من ما يرتكبه المحور الإيراني في حق أبناء الشعب اليمني وفي حق أبناء الشعب السوري وفي حق أبناء الشعب العراقي والدول التي دخل إلى هذا المحور الإرهابي بيافطة نصرة فلسطين دخل إلى هذه الدول كلها تحت يافطة أنه سينصر القضية الفلسطينية وبالتالي وصلنا مجموعه من الناس الى نتيجه انهم تحولوا الى ادوات للكيان الصهيوني هذا مرفوض لا يمكن ان نقبله لكن بالمقابل نحن نقف ضد المحور الكاذب الزائف الذي يتاجر اليوم بهذه القضيه والتي بكل اسف استطاع ان يحقق اهدافه في المنطقه العربيه بضرب الدول العربيه واستهدافها ولكنه ما حقق اهدافه في اسرائيل هذا هذه 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 النتيجه، انا لما اشوف في الماديات 400 صاروخ تنزل على تل ابيب وبردا وسلاما وتتحول الى العاب ناريه، بينما اشوف حمص والصورة التي فيها كيف تم تحويلها الى قاع صفصفه، الامور الامور لا تقاس بالعواطف، تقاس بالماديات، اذا انا اشكك في هذا المحور الذي يتاجر بهذه القضيه. الجانب الاخر وهو ممارسات هذا المحور في الداخل في داخل المناطق التي يتواجد فيها. يعني انا ساضرب مثالين للاستاذ عبد الله وكما هو طالبني ان اتحدث وان احكّم عقلي وان من المعيب اني اقول ما قلته مع انه انا اسندت كلامي على حقائق، انا اقول للاستاذ عبد الله اتمنى ان تحكّم عقلك واقول لك قضيتين رئيسيتين في مرحله ما تقولون عنه انتم انكم تنصرون غزه. العملية الارهابية التي قاموا بها في منطقة رداع والتي ذهب نتيجتها مجموعة من المنازل والضحايا وكانت موجعة ومؤلمة في الوقت الذي يقوم فيه الكيان الصهيوني بضرب اهل غزة قام الحوثيين بعملية ارهابية في منطقة رداع ضجة العالم وجعلت الناس في حيرة كيف لهؤلاء ان يذهبوا الى مسألة انهم سينصروا اطفال غزة وهم يقتلوا اطفال اليمن القضية الثانية وهي القضية التي اليوم تضج بها الرأي العام وأنا أتكلم يا أستاذ حسام وأنا أتوجع أنا أمس استمعت إلى والد ال... والد الطفلة جنات وهو يتحدث في إحدى المقاطع واطلعت على تفاصيل قضية الطفلة جنات عن قرب من أشخاص ارتبطوا حتى بال... الناس في داخل اليمن الذين مرتبطين بهذه القضية قضية اغتصاب لشخص م. يحسب على جماعة الحوثي يدافع عنه القضاء بكل أسف ويحكم عليه قضية اجتمع فيها الاغتصاب واجتمع فيها الاختطاف وأيضا اجتمع فيها آثار في يعني ما وديش أنا أدخل في تفاصيل في متعلقة بطفلة عمرها تسع سنوات يتم اغتصابها ويحكم عليه القضاء بهذا الحكم خمسة مليون وخمسة عشر سنة يعني إذا أردت أن تغتصب فادفع خمسة مليون هذا إعلان من القضاء الذي يحكمه الحوثيين بكل أسف، ثم يحاولون أن يسندوا هذا الموضوع إلى القانون و... والقانون ينص هم حاولوا أن يذهبوا يهربوا من مسألة الاختطاف ليحصروها في قضية لكن هذه مسائل اجتماعية تقع في أي مكان بس. يا أستاذ محمد لا. مهدي هذه شوف لا لا لا, شوشو... لا, لا, سأجيبك. لا, لا سأجيبك. بس سأجيبك. ثواني خليني خليني أوكي لحظة لا 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 سأجيبك طيب اسمعني سأجيبك. اسمعني استاذ احنا موجودين استاذ انا عارف يا <applause> يا استاذ محمد لحظه يا استاذ عبد الله. لحظه لحظه انا شوف استاذ محمد انت تعرفني انا مهتم بالملف في اليمني وعارف ما يحدث يعني من قبل الطوفان هاي المشاكل هذه تحدث يعني سواء عند مناطق أستاذ سيطره أستاذ صنعاء أستاذ او أستاذ أستاذ مناطق أنا سيطره أنا لدي قضايا في و... المناطق التي انا عارف بس بس, بس مثلا أعرفها. مثلا اسمعني أنا خلال فترة طيب سياسية. طيب اسمعني فكر. ولكن الان الان انا ممكن ان اعطيك امثلة لصحفيين مختطفين في عدن قضية نعم. عشال نعم. نعم. مثلا يعني هذه القضايا تحدث ولكن احنا اليوم نتحدث على حرب موجودة في المنطقة مساندة انصار الله لهذه لغزة اليوم تقولون أنه هذه قضايا اجتماعية لماذا يذهبون للمساندة وهناك قضايا اجتماعية السلام. كيف يمكن هذا الرابط ليس مرتبطاً بقضية اجتماعية هذه قضية معليش يا أستاذ حسام إني أدخلت م. هذه القضية أنا متعمد و و وللأمانة أمنيتي ليس فقط أن أهزم الضيف الآخر في قضية أنا أتمنى أن يتحرك الأستاذ عبد الله الأستاذ عبد الله شخصية له ثقله في صنعاء أتمنى أنه يتحرك أنا طيب. أتمنى أنا أدعوه من خلال هذه الشاشة أن يتحرك في هذه القضية التي هي موجعة لنا جميعا ومؤلمة طيب. وجعلت كثير من الناس اسمح لي أنا أتمنى أنه يدخل بس يشوف الهاشتاج وجعلت كثير من الناس يكتبون وهم كانوا ضدهم مم. كانوا بال... بالعكس كانوا معهم وأصبحوا ضدهم هذه القضية واحدة طيب. من القضايا المتعددة أنا طيب خليني خليني أحاول أحاول الكلام للأستاذ عبد الله ولكن في إطار أعم طبعا القاضي هو ربما يفيدنا في هذه القضية بجزئية لأن يعني ليست موضوعنا ومع تضامني طبعا مع عائلة الضحية ومع الضحية ولكن في إطار أعم السؤال في إطار أعم أيضا أستاذ عبد الله القاضي عبد الله أنصار الله الذين يتجهون لمساندة غزة، لماذا أيضا لا يقومون بإجراءات عملية لحل الخلافات الموجودة و... ويعطوا حسن نية لحل الخلاف الموجود في اليمن؟ طيب أستاذنا الغالي أنا قلت لك يعني بدل ما يعني يتهمنا احنا بنتاجر بالقضية الفلسطينية وأنت تعلم بأن موقفنا موقف ليس فيه شيء من المتاجرة، موقف واضح ونتلقى في بسببه يعني و يعني ارسلت الينا اغراءات كبيره جدا كان بامكاننا ان نتقبلها مقابل ان نترك اخواننا في غزه. المساله وما فيها على ان الموضوع يعني عندما يتجه الاستاذ محمد يا استاذ محمد الله يحفظك ويبارك فيك يا اخي الكريم ارجو ان تكونوا يعني بقدر المسؤوليه ويفكر الانسان بتفكير تفكير يعني يعني من تفكير الكبار وليس تفكير العقول الصغار يعني. الان يضرب لي مثلا موضوع مثلا موضوع رداء رداء. يا استاذ محمد انت تعلم بانه في وقت النبي محمد صلوات الله عليه وعلى اله وسلم ارسل النبي الصحابي خالد بن الوليد الى الى احدى القبائل ليجمع من ليدعوها قد اسلمت ودعاهم اليها ليقدم لهم الشكر والتقدير ويعني يجمع منهم بعض الزكوات وبالتالي ذهب وارتكب جرما كبيرا وقتل اصحابها وفعل تلك الفعلة وعندما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخبر جفى على ركبتيه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد الأشياء الداخلية والمخالفات الداخلية الجناح الداخلية السلبيات الداخلية تحدث دائما مش عندنا فقط في أفضل حتى في أمريكا موجودة حتى في أكثر الدول تقدما لا تخلو دولة ولا يخلو نظام ولا تخلو حتى أحيانا أسرة من الاشياء السلبيه والمخالفات طبعا الموضوع رداء عن تداري بان تتعلم بان انصار الله تحركوا فيه من الوهلة الاولى والجميع قدم اعتذاره وتمت معالجه القضيه باكملها وحتى السيد عبد الملك ظهر واعتذر كثيرا وندد بهذا الموضوع ووجه كل الجهات الرسميه بمعالجه الموضوع والحمد لله تمت معالجته بقدر المستطاع يعني ما احيل لك الموتى حدثت حدثت جريمه ومخالفه شنيعه تم معالجتها ولله الحمد هذا اولا انت ما تركز لي على قضيه طفله وانت تعلم بانها موجوده لو كان هنالك مثلا وانت يعني انا اتمنى ان لا تفجر في الخصومه ما تعلم انت انها اصبحت امام القضاء، الواجب احترام القضاء. ما دامت القضيه في المحكمه وانت تعلم بان القاضي القانون اليمني هو تعرف بان المواد القانونيه في القانون اليمني آه عقوبه مثل هذه الجريمه هي الحبس و5 مليون مثلا. طيب انت تعلم بانه باقي مع مثلا به محامين المساله ما زالت حكم ابتدائي بامكان المحامي ان يطعن امام محكمه الاستئناف ويقول بان الحكم جائر ويقدم دفعه امام القضاء وبالتالي المساله يعني مطروحه امام القضاء ولا داعي للمزايده السياسيه انا احدثك يا استاذ آه. محمد عن مئات الالاف من الجرائم في غزه مش واحده ولا ثنتين ولا الف ولا الفين ولا عشره الف انت تعلم بان واحد وخمسين الف الان الذي قد استشهدوا في 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 داخل فلسطين انت تعلم بان جرائم الاغتصاب من العدو الصهيوني يدخل بنات فلسطين الى داخل السجون قضايا الاغتصاب لا تكاد تتوقف ليوما لي واحدا، يا استاذ محمد انت بتقول لي على أن انه انت منصتك في تويتر انك يعني دائما بتجلس تستنكر أنا ما بدي اطلب موقفك انت، انا لا اطلب موقفك انت، خليك من موقفك، ما هو موقف الحكومه؟ ما هو موقف العليمي؟ ما هو موقف طارق؟ ما هو موقف الانتقالي؟ ما هو موقف حزب الاصلاح؟ اين الموقف الفعلي؟ لماذا وطارق موجود في المخيم وعلى البحر الاحمر؟ لماذا لا يكون له موقف معنا؟ لماذا لا يكون له موقف يضغط به على العدو الصهيوني بدلا من ان ينادي العدو الصهيوني بانه مستعد وينادي امام التلفزيون وامام شاشه التلفزيون بان ينادي العدو الصهيوني بانه مستعد ان يقاتل الى جانب العدو الصهيوني ويقاتل الحوثيين في الداخل ويوجه بندقيته الى اخوه له في الوطن وفي العروبه وفي الدين والاسلام. ويقدم ومستعد و... و... ان يتجند مع العدو الصهيوني لقتلنا يا استاذ محمد دعنا نحن مثلا نحن نحن نتاجر افترض اننا نتاجر افترض اننا كذابون يعني افترض اننا كذابين افترض ما شئت لماذا لا تكونوا انتم صادقين؟ لماذا لا يكون لكم اجيبك على هذا السؤال؟ لا. دعني. دعني دعني يا استاذ محمد انا ما بدي اقاطعك نحترمك لما انك تكمل احاول اني اقاطعك ابدا انا اقول لماذا لا يكون لكم موقف مشرف للحكومه موقف مشرف لماذا لماذا العليمي مثلا لا يدعو الى عقد اجتماع مع الجامعه العربيه لماذا العليمي مثلا لا يخرج ويعطي تصريح عن وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني تصريح يا اخي فقط تصريح لماذا لا يكون لكم تواصل مع الاخوه في فلسطين و... لماذا لا ترسلوا على الاقل مساعدات غذائيه لإخوتنا في فلسطين لماذا لا موقف سياسي ولا موقف اجتماعي ولا موقف دبلوماسي ولا موقف تصريح ولا موقف اعلامي ولا شيء هذا يعني فأن كلنا احنا مع... اليمن في حاجه لمساعدات غذائيه يا أصلاً. طيب, طيب طيب انا انا ساجيبك يا قلت لك اليمن في حاجه لمساعدات غذائيه أنا أنا سأجيبك <applause> لا لا انا ساجيب انا ساجيب الاستاذ خ... الله يحفظ انا لا انا لا لا, متحل. لا, لا خليك اكمل ساعتك الوقت يا استاذ محمد ساعتك الوقت تفضل يا استاذ أيوة انا أكمل يعني معي دقيقتين فقط بدي معي دقيقتين وامشي انت تقول يا استاذ محمد بان الاطراف الدوليه هي التي فرضت الاتفاقيه الحديده والله شيء جميل اذا كان انصار الله استطاعوا ان يضغطوا على الاطراف الدوليه ويجعلوكم توقعوا انتم على اتفاقيه لستم بها براضي والله واجب يكون لكم يعني موقف من هذه الاطراف الدوليه، يجب ان يكون لحكومتكم موقف، اما ان تجلسوا تظلوا انتم في احضان الامريكان وفي احضان الصهاينه وفي احضان البريطانيين وفي احضان ال سعود وهم يجبروكم على توقيع اتفاقيات لا هي ليست في صالحكم، هذا والله عيب في حسبكم انتم. اللحظه يا اخي لحظه الدور اليمني بالنسبه لنا دورنا اذا كان مجرد هناك اذا كان دورنا مجرد مسرحية مثلا أو أنه آه يعني آه نبحث نحن عن عن موقف سياسي اسأل الإخوة في حماس وقل لهم هل موقف أنصار الله في صنعاء يفيدهم هل يستفيدونهم منه من أنه يعني أو أنه ليس يعني أم أن موقف صنعاء ليس له أي فائدة مع الإخوة في حماس دعنا نحكم إخوتنا في حماس وهم سيقولون لنا طيب أستاذ محمد مهدي هل من الحكمة السياسية اليوم أقول من الحكمة والذكاء السياسي انه تاتي حكومه ما تقول انه والله هذه الجماعه عندنا معها خلافات فبالتالي احنا نساند المجتمع الدولي في ضرباته على تلك الجماعه او نسمع ناشطيها واعلاميها يساندون ويهللون بالضربات او تقول لي والله يجب ان نحارب هذه الجماعه لانها تتحرك في البحر الاحمر بغض النظر عن الخلافات هل هذا من الحكمه طيب هو طبعا انت ارجو ان تستند فيما يتعلق بالمعلومات على مواقف رسميه هذا اولا على اساس لا ينسب للحكومه ما لم تقله بالنسبه لموقف الحكومه واضح بياناتها واضحه هي مع المجموعه العربيه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وعاد اخر موقف كان للحكومه في الجلسه الجلسه التي كانت في جنيف وغادرت الحكومه ضمن الوفود اثناء كلمه الكيان الصهيوني غادروا القاعه ضمن الوفود والمواقف المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه بالنسبه للحكومه هي ممتده للمواقف السابقه، هو لم يحصل انقسام يا استاذ حسام في تاريخ اليمن من القضيه الفلسطينيه مثل ما حصل في هذه الفتره، ويتحمل جماعه الحوثي سبب هذا الانقسام نتيجه ان الناس اصبحوا في حيره كيف لجماعه ارهابيه ترتكب هذه الجرائم في داخل البلد ومستمره في جرائمها حتى في اثناء عملياتها في في, في ما تسميه مسانده غزه. آه و... ولا زال وتتاجر بهذه القضيه، فالناس اصبحوا في حيرة ولذلك حصل حالة انقسام آه بكل اسف فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية. في فرق بين الموقف وبين التحرك، ما يتعلق بالتحرك، هل نحن في اليمن لدينا القدرة ان نتحرك؟ هل استطعنا ان نشبع الجوعاء الموجودين؟ هل حلينا اشكالياتنا الداخلية؟ هل الناس الذين يأكلون من القمامة، يبدو ان الاستاذ عبد الله يعني خارج اطار الواقع في صنعاء، رغم وجوده في صنعاء. يا استاذ عبد الله تصلنا ونتابع يوميا المقاطع الموجعه، هو بيقول ان احنا بنتحدث على قضايا صغيره، هو بيتحدث على قضايا استراتيجيه، لا يا اخي العزيز، انا بتحدث على قضايا موجعه لابناء بلدي للاطفال، للنساء، يا أخي لم يحصل في تاريخ اليمن انهيار اقتصادي مثل ما حصل خلال هذه الفترة ويريد أن يقيس ويقارن بين المناطق المحررة وبين مناطق سيطرة الحوثيين في موضوع الريال وينسى تماما الحالة الموجعة التي تعيشها أيضا مناطق سيطرة الحوثيين والتي بكل أسف فساد عريض يا رجال لجنة من اللجان عاد هذا وثيقة تم تسريبها قبل يومين لجنة من اللجان في جامعة صنعاء كلها من أسرة واحدة وكيف يتم العمل على اساس عرقي في الداخل اليمني الناس في حاله وجع وحاله يعني ويجي يتحدثوا على انهم سينصروا الفلسطينيين الى الى داخل غزه يعني الناس يطرحوا تساؤلات منطقيه ويتعجبوا من هذا الطرح ثم هم يغضبوا حينما نتحدث على قضايا داخليه لاننا نريد ان نلتفت جميعا الى حل اشكاليتنا الداخليه يعني اذا كنتم اليوم تطالبوا الامانه هو يقول ليش ما تتحرك الحكومه لنصره غزه؟ الحكومه لم تعد ما عندهاش وقت للذهاب لا لغزه ولا لغيرها، نحن نطالب من الحكومه بان تحرر لنا بقيه المناطق، نطالب من الحكومه بان تثبت الامن في المناطق التي تحت سيطرتها، نطالب من الحكومه بالعمل في المناطق التي تحت سيطرتها، اما ان ان يطالب الحكومه بالذهاب الى غزه فهذا كلام غير منطقي، في فرق بين طيشان العصابات وبين عمل الدولة أنا من المطالبين بالحكومة ألا يتدخلوا في هذا الظرف الذي تعيشه اليمن إذا كانت الدول التي قريبة من من فلسطين ما تدخلت سيأتي من يتدخل من من أقصى الأرض يعني أنا للأمانة ما يسميه هو اليوم محور ايراني للدفاع عن القضيه الفلسطينيه وان احنا لابد ان نكون ضمن هذا المحور وانه هذا المحور يتحرك لنصره اهل فلسطين ومن هذا الطرح الذي للامانه مللنا منه انا اقول له ان هذا المحور اليوم يتم تقديمه قربانا نتحدث على العرب من هذا المحور تقدمهم ايران قربانا لتجنيب بلدها اي ضربات قادمه تقدمهم قربان مقابل ألا يضرب النووي الإيراني تقدمهم قربان مقابل ألا يضرب خامنائي تقدم بما فيهم حركة حماس بكل أسف هو يقول أن نحكم حماس حماس بكل أسف تحولت إلى طرف حماس التي بكل أسف تح... ت... 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 يعني تقف إلى جانب قاتلنا تحولت إلى طرف فيما يتعلق بالقضايا اليم... القضية اليمنية يعني كيف كيف, تح... الرواية كيف كيف انحازت هي حماس أصلاً خلال... كان لها بيان من خلال توصيف كان لها بيان من خلال... مشهور منحاز لعاصفة من... الحزم من... حماس استاذ استاذ حسام من خلال مواقفها المتعددة التي تقف فيها إلى جانب الحوثيين والحوثيين بالنسبة لنا جماعة إرهابية ارتكبت في حق أبناء الشعب اليمني الطيب طيب, من طيب ما حماس يا يا استاذ خلال... مهدي يا استاذ مهدي ما حماس حماس لم تجد دعم عربي هي القدس أسمعني اسمعني اسمعني إلى غير طيب غير شو, شو شو لحظه لحظه حماس اولا طيب لم تساند لحظه يا استاذ عبد الله فقط فقط حماس ساندت وانا قرات بيان ساندت فيه او رحبت به بعاصفه الحزب ولكن لا نعود كثيرا للتاريخ ولكن حماس اذا لم تجد دعم من الدول العربيه فطبيعي عندما ياتي من يدعمها فستشكر من يدعمها ستشكر ايران ستشكر انصار الله ستشكر سنة. حزب الله دعم. ستشكر اي حزب يدعمها ساسالك انت يا استاذ حسام انت شخصيا الله. انت انتم لماذا تشكرون السعوديه لانها تدعم تدعم الحكومه الشرعيه في اليمن ما هي النتيجه آه. التي حصلت عليها حماس يا اخي هذا انت شوف انت شوف هذا هذا موضوع دلوقتي. اخر وهذا تقديرات لا. اخرى ولكن خلاص ولكن يا عزيزي و و اسمعني انا هذه تقديراتي انا هذه شوف الان الان في خذلان عربي الان في خذلان عربي حيو. كبير جدا للمقاومه الفلسطينيه وهذا يمكن ان نتحدث فيه في موضوع اخر ولكن لا تلوم المقاوم م. انت يا استاذ محمد خليني أكلم لحظه أكلم لحظه دي لحظة, دي. لحظه فقط الفكره انت مثلا انت تعارض انصار الله انت قاومتهم وانت استدعيت مثلا الرياض وقلت الرياض نحن نريد ان ندعمك والان انت تشكر الرياض وتقول شكرا للرياض على دعمها ل يعني في نفس السياق حماس ايضا تشكر تشكر من يدعمها فلماذا تلوم حماس؟ طيب, طيب انا انا حددت لك موقفي من خلال معطياتي بالنسبه لي من يقف الى جانب هذه الجماعه التي اوصلت بلادي الى هذه النتيجه ساقف ضدها ايا كان ساقف مع القضيه الفلسطينيه ولكن ليس بالضروره ان اقف الى جانب حماس، لا يمكن ان ان يكون ما يسمى بالمحور الايراني هو الماسح الضوئي لمواقفنا من هذه القضيه، في موقف من القضيه الفلسطينيه نعتز بالوقوف الى جانب اهلنا في غزه ونرفض الجرائم التي يرتكبها في حقهم ونتوجع بشكل يومي على على هذه الجرائم مثلما يتوجع الكثير من الجرائم التي ترتكب في حقنا من قبل المحور الايراني. نقطه طيب. اخرى الاستاذ عبد الله يوصف ما جرى في رداع بانه مجرد اخطاء يعني وصفها توصيف رومانسي يعني مجرد اخطاء داخليه احنا حليناها بسرعه وما بنقدرش احنا نحيي الموتى ومن هذا المنطق سر عبد الله هذه جريمه كبرى يعني اثارها المدمره الى اليوم انا من من ابناء رداع واتواصل مع اهلي في رداع واعرف التفاصيل الموجوده في هذه المنطقه استاذ عبد الله القضيه ليست مرتبطه فقط بتفجير المنازل هناك اليوم احتقان كبير جدا في هذه المنطقه نتيجه اكثر من جريمه ترتكب في منطقه قيفه لا ي... لا يمر ثلاثه اشهر الا و... ويذهب الحوثيين لمحاوله استفزاز القبائل، قضيه يعني انا ما وديش ادخل في قضايا الاختطاف والقضايا الجزئيه م. التي ترونها انتم انها قضايا جزئيه، لا لا والله طيب. انا عندي طفل أعتقدني... يمني أعتقد انا أعتقد عندي طفل طفل طيب. يمني يتم ارتكاب جريمه في حقه طيب بالدنيا شوف كلها. الموضوع يتمحور إلى جانب ابن شوف الموضوع كله سأقف إلى جانب حل... ابن الموضوع خلينا الم... نلخص هناك جماعه استاذ عبد الله اكثر ما يوجعني دقيقه يا استاذ حسان اخر نقطه واعطيها المجال رغم انه انا ارى انه الوقت بتعطيه الاستاذ عبد الله اكثر لا لا انت لكن اكثر اخر نقطه اخر نقطه انا لما اجد ابن بلدي ي... يقتل يستهدف يعتقل اليوم يعتقل اناس لانهم فقط يعملوا في مجال العمل المدني في المنظمات طيب. اليوم يتهم ناس يتهم ناس بانهم لانه اظهروهم على قنوات تلفزيونيه بانهم يدرسوا لانهم يدرسون اللغه الانجليزيه اعتبروهم عملاء يعني الشيء اللي بيحصل في داخل البلد يجعل الناس كلها طيب. لا تلتفت لاي قضيه اخرى غير محاربه طيب. هو فيها هو فيها الموضوع فيها. يتمحور حول الخلافات الداخليه ونظرتكم انتم لسياسات حكومه انصار الله وهذه الخلافات ربما تجعل الاطراف اليمنيه الاخرى تنظر بارتياب لمواقفكم يا استاذ عبد الله فالسؤال موجه لك يا استاذ عبد الله اليوم بالنسبه لانصار الله هل هناك مجال لاعاده النظر في اي سياسات داخليه تقرب بين الاطراف اليمنيه؟ قبل ان اجيبك على هذا السؤال بودي ان اعلق على بعض النقاط، اولا قال بان انصار الله سبب الانقسام حول غزه، بالله عليك هذا مبرر لان تقفوا مع الصهيوني ومع هل هذا مبرر على انه انصار الله العلي دفعونا لهذا الموضوع؟ هل هذا مبرر يا استاذ محمد؟ هل, هل هذا الموقف يعني اجيبك هذا لحظة, لحظه 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 لا تجيبني ولا شيء خليني انا أعلمك وانت ترد علي هل هذا الكلام انه انت تقول بأن انصار الله سبب الانقسام انكم ذهبتوا في احضان الصهيونيه وفي احضان يعني اعداء اعداء فلسطين؟ هل هذا مبرر؟ حتى ولو فعلنا نحن حتى لو كنا قد قتلنا او اطحنا حتى ذهبنا طحين هل هذا مبرر لك؟ انك تذهب انت للارتماء في احضان الصهاينه اللي تدافع عنهم وتدعي ان هذا مبرر هذا اولا الشيء الثاني يعني تكلمني انت انه التجويع طيب انا اقول لك حاجه الان هل انت اشبعت الجوعة في المحافظات الجنوبيه حتى مثلا نقول خلاص انت ما عاد وقفت مع غزه اشبعت الجوعة وهل وجود جوعة مثلا هل هو مبرر لخذلان غزه يعني النبي كان بالامكان ما يشتري تبوك لان كان عنده ملان في المدينه المنوره كان كثير من الجوعى والمحتاجين النبي كان بإمكانه أن يعني يجلس ولا يذهب إلى غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا غزوة الخندق ولا يذهب لأي جبهة إطلاقا طالما عنده جوعة وأنت تعرف يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينطلق في جهاده في وقت الاحتياج ولم يكن عنده اكتفاء ذاتي أصلا كان موقف يعني موقف يعني الموقف الذي كان فيه النبي لا يساوي يعني الارتياح الذي موجود عند هرقل ولا عند قسرة ولا عند قيصر ولا عند الروم ولا عند أحد وبالتالي هذا مبرر يعني ننتظر طيب احنا الان نجلس وننتظر حتى نشبع الجوعه والسعوديه ليش تنتظر؟ ما فيش عندها جوعه خلاص طيب وهذا ما اهم مبرر يعني واحد يجلس لان عنده جوعه والاخر يجلس لان عنده يعني آه كروشهم منتفخه من الشبع طيب ما من الذي سينطلق مننا؟ اذا كنا اذا كنا سنبحث عن مبررات ان هؤلاء بسبب الجوع ودول الخليج بسبب ايش يعني؟ وبالتالي يا اخي الكريم هذا ليس مبررا اصلا هذا هروب من المسؤوليه هذا الشيء الثاني آه، انت تقول اننا نحن نغضب عندما نناقش قضايا الداخلية لا لا نغضب لا نغضب اصلا لكن ليس وقتها الان نحن فقط بامكاننا ان نتناقش في كل الملفات الداخليه لكن الان ليس وقتها بامكاننا ان نحيدها لفتره محدده حتى نستكمل مساندتنا مع اخواننا في غزه ثم لنتناقش في كل القضايا الداخليه ما هي المشكله ما هي ليس المشكله الشيء الثاني انت تقول بانه انصار الله قتلوا فلان ويعني وحبسوا فلان السعوديه قصفت بما يقارب من نصف مليون غاره وانت تصمت وأنت كنت صامت وقتلت عشرات بل مئات الآلاف من اليمنيين من النساء والأطفال والشباب والشيوخ وأنت كنت تنظر ليس ذلك فقط بل كنت تبارك وكنت تدعو وكنت ربما تساهم في الإحداثيات أنت فلماذا الآن تتباكى على طفل أو طفلة تتباكى على طفل وأنت تعلم بأن السعودية والإمارات قتلت ما يقارب من أكثر من مئة ألف من داخل, من داخل الشعب اليمني قصفت عشرات الآلاف من المنازل اليمنية بغارات سعودية ثم تتباكى تاتي لتتباكى وتدعي انك حريص على الدم اليمني وعلى الطفل اليمني وانت كنت شريك مع السعوديه ومع الامارات في قصف ابناء الشعب اليمني ولم تنبت ببنت شفاه بل كنت انت ارتميت في احضان السعوديه وما زلت تشكرها وما زلت انت تدين لها بالفضل وما زلت تدافع عنها حتى هذه اللحظه انت وبقيه البرتزقه الذين هربوا وارتموا في احضان الـ الـ السعودي والامريكي قضيه جو انه ايران وما ايران يا اخي انا اتمنى ان خلاص يا اخي يكفي شبعنا يا اخي من هذا السفاء شبعنا من هذا الكذب والدجل فلسطين دولة عربية وليست وليست محافظة من محافظة ايران دولة عربية يعني ايران الواجب ان لا تتدخل الواجب ان يكون موقفها اكثر من مواقف الدول العربية لكنها تفضلت وتقوم بالمساندة لاخواننا في غزة اعلاميا وعسكريا وماليا على الاقل يعني يعني موقف مشرف القضية لماذا تحاول أن تجعل حماس جزء من إيران وأنت تعلم بأنهم يدافعون عن بلدهم وبلدهم شعب عربي ودولة عربية، لماذا تحاولون أن لماذا تحاولون أن تجعلوا من فلسطين وكأنها قطعة من إيران أو كأنها استهداف إيراني وليست وليست قضية عربية نحن أولا المعنيون بالدفاع عنها والقتال من أجلها ونصرتها، لماذا تحاولون أن أن ترموا بهذا الفضل لإيران وتجعلوا لإيران كل هذا الفضل؟ وانتم جالسون في 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 مستنقع يعني الصهاينه ومستنقع ال سعود، هذا موقف مخزي جدا وبالتالي قضيه انه آه انت يعني آه المساله عندما تقول انت ان انصار الله لم يحققوا اهدافهم على اسرائيل كان مش علي اني احقق اهداف انا علي ان اعمل الذي استطيع، علي ان ابذل الموقف الذي استطيعه امام الله جل وعلا، وبالتالي على المرء ان يسعى الى الخير جهده وليس عليه ان تتم المطالب بالنسبه لسؤالك استاذ حسام انت تقول بانه هل انا لانصار الله ان يفعلوا اصطفافات وطنيه نحن ما بش عندنا مانع يا استاذ حسام فهؤلاء هم اخوه لنا في الدين وفي الدم ولكن في قوله فعل. فعل مش قول فقط يقول. يا استاذ عبد الله قول فعل لحظه 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 اقول لك لحظه لحظه تمام انا تريدنا ان ننتقل من من مرحله الاقوال الى مرحله الافعال هؤلاء يا اخي الان انا اتحدى العليمين أنا مستعد أن أدعو العليمي إلى أن يجلس غدا مع الأستاذ محمد عبد السلام في عُمان ويتناقشوا على الوضع الداخلي شريطة أن يعلن كل واحد موقفه. نعلن نحن بيان نصدر بيان نحن والعليمي جميعا بأننا مستعدون أن نجلس على طاولة حوار واحدة واحدة بعيدة عن تدخلات كل الأطراف، لا السعودية ولا إيران ولا الإمارات ولا أمريكا ولا أحد. هل يستطيع العليمي أن يعمل هذا البيان ويوقعه معنا ونحن نجلس داخل غرفة مغلقة؟ وناخذ ونساطر كل التلفونات ونجلس جميعا بما انه يقول انه ممثل عن الحكومه هذه نحن مستعدون ان نجلس على طاوله واحده ونصلح ونصلح و, و... و... يعني آ... نعالج كل القضايا الداخليه، لكن انا اقول لك يا استاذ حسام انت تطلب مني هذا الموضوع، هل باستطاعه الحكومه الان حكومه المرتزقه ان تخرج لنا الاسرى؟ نحن ما تزال هنالك انت تعرف ان, أن هنالك ملفات عالقه بيد السعوديه، هل تستطيع ان تخرج لنا الاسرى؟ هل تستطيع ان تفك لنا الحصار؟ هل تستطيع ان ان مثلا ان تعالج الوضع الانساني هل تستطيع طيب، ان تعالج الوضع الاقتصادي هل تستطيع الذي تستطيع ان تحاور انا احاور معه لماذا على ماذا أحاوره؟ وما الذي كان يعني ان ينفعني به حتى اجلس معه على طاوله حوار واحده طيب شوف الموضوع يبدو انه تشعب لمسائل داخليه واحنا كنا نتحدث على غزه وعمليات طيب، انصار الله طيب. فربما هذا يحتاج الى حوارات اخرى ولكن دعني اسالك يا استاذ محمد مهدي سؤال مباشر واخر سؤال هذا في الحوار وساعود للاستاذ عبد الله ايضا في اخر مداخله. هل مع هذه التطورات الحاصله في المنطقه مع الدعم الامريكي الكبير لاسرائيل، مع ربما نيه اسرائيل ضرب ايران، مع تهديد اسرائيل اصلا لانصار الله و وحت... يعني حديث نتنياهو على تغيير خارطه الشرق الاوسط. هل هناك توجه حكومي في اليمن من قبل حكومه مجلس القياده الرئاسي للاستفاده من دعم امريكي لفتح الجبهات ضد انصار الله الان في هذه الظروف؟ طيب انا اولا ساجيب على سؤالك بسرعه أه لا بسرعة. اريد اريد سؤالي والنقاط باختصار. انا اريد التقدم ب... في الحوار. لا لا سؤالك سؤالك فقط، أنا سأجيب على سؤالك باختصار، أنا ليس لدي أي معلومات فيما يتعلق بمسألة التحركات العسكرية. كتحليل. آه هناك لقاء، آه كتحليل، كتحليل هناك لقاءات تتم، هناك لقاءات تتم، وقد يكون هناك تحرك عسكري، التحضيرات العسكرية هي موجودة قبل حتى الأحداث الموجودة في غزة، و... وقد يحدث أي تحرك عسكري، وبالمناسبة الحوثيين لم تتوقف عملياتهم لا في الجبهات حتى في الجبهات الداخلية. لم تتوقف عملياتهم ما زالوا يشاغبون باتجاه مأرب ويشاغبوا باتجاه الجنوب ولا زالت عملياتهم دقيقة أكمل ولا زالت عملياتهم مستمرة بما فيها عملياتهم للاعتقالات المستمرة التي موجودة في مناطق سيطرتهم وما ننسى هذا جزء من من, من دقيقة أكمل حديث يا سيد عبد الله أنا ما قاطعتك آه بما فيها بما فيها الاعتقالات التي طالت مجموعة من الأحرار اليمنيين الذين فقط عزموا النية على أن يحتفلوا بالعيد الوطني السادس والعشرين من سبتمبر لدي كشف يوجد فيه أكثر من مئتين طبعا أنا أتحدث على الكشف اللي موجود في الأسماء غير الأسماء <applause> هذه اللحظة وبالتالي ما زالت عمليات هو يقول الأستاذ عبد الله وهذه وهذا رد ضمني على نقطة هو ذكرها. وقال خلونا ناجل الملفات الداخليه، نحن نفرح بنقاش القضايا الداخليه، على فكره استاذ عبد الله انا اسلوبك جميل، اسلوبك اسلوب جميل، لكن احنا نريد كما قال الاستاذ حسام، أستاذ حسام لكثره حواراته معكم مل من كثره الكلام. فاصبح يقول بالحرف الواحد نريد افعال لا أقوى. لا 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 شو 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 لا أقوى. لا تق... لا, تق... لا تقولني ما لا لا تقولني ما لم اقل انا شوف انا أ... انا استطيع ان اقول ما اريده في وجه الاستاذ عبد الله. انا انا استنتجت انا استنتجت من كلامك انا لا لا ايضا انا اريد انا يهمني السلام في اليمن واريد افعال اريد افعال من كل الاطراف السلام اقسم بالله العظيم وهذا كلام لا اقوله ولست مطلوبا مني ان احلف يمينا اقسم بالله اني اتمنى ان هذه الحرب لم تقم بس وليس فقط انني اتمنى ان تتوقف، ليس لدينا اي مصلحه، الاستاذ عبد الله قبل قليل يقول انتم م. يمكن كنتم مساهمين في مدري ايش ومدري ايش، يا استاذ عبد الله نحن مجرد اعلاميين نحلل الوضع ونقرا الاحداث مستندين على جانبين يمكن هذا الكلام لن تسمعه من غيري. انا استند على جانبين، على الروايات التاريخيه لتاريخكم في استهداف الشعب اليمني كحركه امتدادها الإمامي وأيضا على المعلومات الحقيقية التي نشاهدها في الوقت الحالي ما يتعلق بالتحركات العسكرية كما ذكرت لك يا أستاذ حسام تحركات العسكرية توقع أن يحدث تحركات سواء من طرف الحوثيين التحركات مستمرة أو من طرف الشرعية التي يجب أن تتحرك عسكريا المنطق أن تتحرك عسكريا لأنه كل التجارب فيما يتعلق بالحوار أنت لاحظ فقط لما سألت الأستاذ عبد الله سؤال مباشر قلت له أستاذ عبد الله نريد اقوال الافعال فيما يتعلق بالحوار ذهب لاشتراطات خلينا نلتقي في غرفه من اللقاء ناخذ الجوالات ونتفق على ياسر عبد الله نسيت سلسله الحوارات التي تمت مع الجماعه ما يتعلق قبل حتى ان تدخل الى صنعاء الى ان جاء الاتفاق الشهير الذي فرضته قواتكم في صنعاء على القوى السياسيه اتفاق السلم والشراكه هذا ال... هذا الاتفاق ال... ال... المجحف الذي كان لصالحكم ومع ذلك بكل أسف لم تلتزموا به الت... هناك أزمة ثقة أزمة ثقة فيما يتعلق بالاتفاقيات أو بالتفاوضات مع جماعة الحوثي لهذه الاعتبارات أن الناس يبحثوا عن نتائج والجماعة تعتبر ال... التفاوضات جزء من استراتيجيتها للتقدم إلى مشروعها يعني عندها مشروع هي ترى انه عبد الملك الحوثي يجب ان يكون سيد الجزيره العربيه هذا هو المنطقه اللي بيطرحوه هم يرون ان كل الحكام الموجودين في المنطقه حكام مغتصبين لانهم ليسوا من السلاله يعني انا ما ودي ادخلك في تفاصيل يا استاذ حسام أه ليس هذا وقتها في هذه الحلقه لكن اي قارئ ويستند على معرفه لتاريخ هذه الجماعه أه سيعرف تماما انه هذه الجماعه أه لا مجال للتفاوض معها من الناحيه السياسيه بكل اسف مع انه كنت اتمنى كنت اتمنى انه مثل ما يطرحه الاستاذ عبد الله بهذا الاسلوب ان يكون فعليا واقع اما الكلام الذي يطرح على الفضائيات او في اللقاءات كما قال فالناس قد ملت من كثره الكلام وتريد حقائق ما يتعلق بالاسرى ويتحدث على الاسرى كمثال الاسرى يا استاذ عبد الله انت تعرف ان هناك فارق كبير جدا بين الاسرى الذين في مناطق سيطره الشرعيه وبين الاسرى الذين في مناطقكم اغلب الاسرى الذين في مناطقكم يؤخذوا من منازلهم وانت تعرف انه في الوقت الذي يحصل فيه تبادل الاسرى ويكون الصليب الاحمر هو الوسيط بين الشرعيه وبين الحوثيين تستبدلون هؤلاء الاسرى خلال فتره قياسيه باعتقالات جديده لاشخاص محسوبين على الشعب اليمني ما يتعلق اخر نقطه ما يتعلق بدور الشرعيه انا اقولها الاستاذ عبد الله على اساس يعرف انا واحد من الناقدين لكثير من الأخطاء، التي تقع فيها الشرعيه في مناطق سيطرتها من ناحيه الناحيه الامنيه ومن الناحيه الاقتصاديه واتحدث بصوت مرتفع، لكن هناك فرق بين ما ترتكبه الجماعه في صنعاء بكل اسف وبين ما يحصل، انا ذكرت قضيه واحده قضيه واحده حصلت في محافظه المهره، تواصلت انا بشكل مباشر مع وكيل محافظه المهره، قضيه تشبه قضيه طفله جنات، حسمت هذه القضيه في 24 ساعه. هناك فرق بين عمل الدوله وبين عمل العصابه والفرق طيب كبير يعني لا يمكن طيب طيب شوف لكي طيب. لا نتوه في في المواضيع الفرعيه انا ساختم معك لاني بدات مع الاستاذ محمد مهدي ساختم معك استاذ عبد الله بسؤال محدد ارجوك اليوم يبدو انه في نوعا ما تحركات امريكيه وهناك يعني زيارات كثيفه للسفير الامريكي ولقائه بالكثير من المسؤولين اليمنيين و الوضع الاقليمي أنت تعرف أستاذ محمد والتهديدات الإسرائيلية طبعا بتغيير خارج الشرق الأوسط، هل وضعتم في الحسبان أنه تتطور المواجهة إلى هذا الحد؟ هل وضعتم في الحسبان أنه إسرائيل ستقصف اليمن بدون هوادة بدون أي مراعاة؟ ستقصف أرزاق اليمنيين، هل وضعتم في الحسبان مواجهة كبيرة يمكن أن تؤثر على مصالح اليمنيين وعلى أرواح اليمنيين كذلك؟ أنت تعرف أولا نحن لم ندخل هذه الحرب إلا ونحن متوقعون أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك مم. ونحن نعرف أن الصهيونية وأن العالم سيتكالب علينا ونقو قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال منذ الوهلة الأولى أننا مستعدون لبذل كل التضحيات ولا يمكن أن نتراجع عن موقفنا هذا مهما كان الثمن طبعا أنت تعرف والجميع يعرف يعني, يعني هنالك طبعا الأمريكا الآن تدفع بالمرتزقة وكل الاطراف الاطراف اليمنيه الان الموجوده في الجبهات وهي يعني لها يعني منذ ما يقارب اكثر من سنتين ونصف وهي جامده ليس في هنالك اي تحرك عسكري من جميع الاطراف الان يريدون التحرك آه للضغط علينا آه لايقاف آه مساندتنا لغزه نحن انت تعرف يا استاذ حسام بانه نحن لو اعلنا هذا الموقف فقط والله نستطيع نستطيع ان نحصل على امتيازات امريكيه وسعوديه واماراتيه لا احد يعتقدها ولا احد يمكن ان يفكر فيها ومع ذلك قلنا نحن لا نحن نعرف طبعا ان المرتزقه وهذا شيء جيد نحن شيء جيد ان ان ياتي طارق وياتي العليمي وتاتي القوى الداخليه التابعه للمرتزقه ليقاتلونا تعاونا مع العدو الصهيوني ويستغلون الفرصه ونحن نقاتل العدو الصهيوني لمحاوله يعني الدخول في معارك جانبيه معنا انا متاكد ان النصر سيكون لنا، دعهم يجربوا، نحن مستعدون لكل السيناريوهات ومستعدون لكل الاحتمالات صحيح نحن نعلم باننا سنخسر، نعلم باننا سنحاصر، نعلم باننا سنتعب نعلم بأننا نواجه كثير من المشاكل والأتعاب لكن في سبيل نصرة إخواننا في غزة ليست مشكلة والله لن ندع ندع العدو الصهيوني يستفرد بأطفال ونساء وشيوخ وشيوخ إخواننا في غزة ونحن ننظر والله لا نستطيع أن نتحمل طيب. نحن سنواصل مشوارنا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات نحن سنواصل هذا المشوار ونعلم باننا سنواجه حربا اعلاميه وعسكريه وثقافيه وسياسيه وفكريه ونعلم بانهم سيجندون كل الاقلام ضدنا، لكن ليست لدينا مشكله، نحن سنواصل هذا المسار وهو المسار الذي اتخذناه منذ اللحظه الاولى. طيب شكرا لك استاذ عبد الله النعمي، شكرا محمد مهدي، شكرا لكم على الحوار ايضا الهادئ وربما نتواصل في لقاءات اخرى نخصص الموضوع لنقطه معينه موضوع معين لكي لا يتشعب الحوار. وتكون الفكره واضحه للمشاهدين، هذا الحوار اردنا ان نخصصه لما يحدث في المنطقه ولعمليات صنعاء المناصره لغزه وموقف الاطراف اليمنية منها. شكرا لكل من شاهد هذا الحوار وتفاعل معه، ونلتقي ان شاء الله في متابعات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.